السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأشرح طريقة فك شفرة الهاتف ال جي كي جي 275 عن طريق البوكس أوكتوبوس بوكس باستخدام الكابل كي جي 800، ونبدأ الشرح إن شاء الله. نتمم الشرح. أول شيء نقوم به هو فتح البرنامج أوكتوبوس. ننتظر قليلا حتى يفتح البرنامج، ثم نختار الموديل الهاتف. موديل الهاتف اليوم هو كي جي 275، ثم نقوم بإدخال الكابل في البوكس، ثم بعد ذلك ندخله في الهاتف، ثم نضغط على كونكت، ثم يبدأ البرنامج بقراءة الهاتف. ثم التعرف على الهاتف، ثم نضغط على All Long، ثم يبدأ فك شفرة الهاتف LG 275. ننتظر حتى ينتهي البروسيس، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.